افتتح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمرانية وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية شارع ولي العهد الذي شهد أعمالا تطويرية في الجزء المحصور بين تقاطع الجسر العلوي لشارع الشيخ خليفة بن سلمان على شارع ولي العهد غربا إلى دوار الساعة شرقا. ويعد شارع ولي العهد شريانا رئيسا بطول يزيد على كيلومترين ونصف الكيلومتر، حيث يربط منطقة الرفاع بشارع الشيخ خليفة بن سلمان ومدينة حمد ليشهد كثافة مرورية عالية باعتباره ممرا حيويا لحوالي 80,000 مركبة في اليوم، كما يضم على جانبيه العديد من المرافق والمؤسسات. وقد نجحت أعمال التوسعة في شارع ولي العهد في تحقيق الانسيابية في الحركة المرورية منذ اللحظات الأولى لافتتاحه، بعدما تم توسعة الشارع إلى 3 مسارات في كل اتجاه وتطوير التقاطعات الواقعة عليه وإعادة إنشاء البنية التحتية للشارع، إضافة إلى إنشاء أرصفة باستخدام الطوب الأرضي وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة، إلى جانب حماية شبكة الخدمات ووضع الإشارات والعلامات المرورية لتنظيم الحركة المرورية. تم بحمد الله افتتاح شارع مشروع تطوير شارع ولي العهد هذا الصباح، وبذلك ننتهي من الأعمال الرئيسية في هذا المشروع. تضمن المشروع توسعة هذا الشارع الحيوي من مسارين في كل اتجاه إلى 3 مسارات، وتضمن المشروع أيضا القيام بكل الأعمال التمهيدية وأيضا المصاحبة، وخاصة بالنسبة إلى تطوير شبكات الخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل هيئة الكهرباء والماء وهيئة النفط والغاز وأيضا شركة الاتصالات وغيرها. الشارع بطول حوالي 2.5 كيلومتر، استغرق العمل في 14 شهر، هذا من فبراير من العام الماضي إلى صباح اليوم. العمل يستمر في أعمال التنظيفات وأعمال تهيئة المواقع لأعمال التجميل والتشجير إن شاء الله في الفترة القادمة.